أيها الإخوة والأخوات جميعا، اسمحوا لي في البدء أن أرحب بالسادة أعضاء أو رؤساء الجامعات، رؤساء الجامعات الشريكة لمنصة أريد، كل باسمه ولقبه العلمي ودرجته الوظيفية ومنصبه في الجامعة وفي دولته وفي مكانه. وهؤلاء كلهم لهم حق علينا في منصة أريد، ونحن نمثل هذه المنصة من خلال الأبحاث والمشاركات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات. وهؤلاء هم الراعون والداعمون لأنشطتنا كافة، والذين يوجهون إلينا جميعا الشكر والتقدير في كل مشاركة، فحقهم علينا أن نقدمهم وأن نشكرهم وأن نثمن وجودهم، وأنه في عهدهم تمت الاتفاقيات وتوقيع المذكرات التفاهم بين جامعاتهم ومنصة أريد العلمية. فتحية لكل رئيس جامعة حاضر معنا أو من ينوب عنه أو وكيله أو معاونه، وهو بدوره ينقل هذه التحايا وهذا الشكر وهذا التقدير وهذا الذكر المقدم والذي يستحقونه وبجدارة في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الذكرى السنوية المتجددة في عامها الثامن لتأسيس منصة أريد العلمية الدولية للباحثين والعلماء والخبراء العرب والناطقين بالعربية. هؤلاء الجامعات وهذا الحضور الكبير اليوم يمثلون شتى الجامعات العربية والإسلامية والدولية في مشارق الأرض ومغاربها على وجه الحقيقة وليس على وجه البلاغة والتوسع المجازي. جمعتنا هذه المنصة اليوم، ونحن نشيد برعاية أكثر من 75 جامعة ومؤسسة شريكة لمنصة أريد العلمية. وها هي شعارات الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية تظهر أمامكم تتزين بها الشاشة، وكل يفرح بشعار مؤسسته التي ينتمي إليها، وهو يتعاون ويتواصل مع منصة أريد العلمية الفريدة من نوعها، والتي هي حقيقة يعني الحاضن والجامع والراعي للباحثين العرب في هذا الشتات الكبير على وجه البسيطة. نعم، إنها جامعات تستحق كل الشكر والتقدير، وهذا جزء من انفتاحها على العالم وانفتاحها مع التخصصات الأخرى وانفتاحها مع منصة أريد التي تمثل اليوم الوجهة العلمية الرائدة حينما تذكر المنصات العلمية وحينما تذكر المؤسسات الجامعة للباحثين العرب أينما كانوا وحيثما حلوا.